السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيزة. في هذا الفيديو أتيت لكم بتطبيق للحصول على الفي بي ان سريع لتسريع الإنترنت وأيضا الدخول إلى المواقع المحجوبة في بلدك. فهذا التطبيق رائع جدا يا إخواني الكرام، فبعد تجربتي أحببت أن أشاركه معكم لمن أراد تحميل هذا التطبيق والحصول على الفي بي ان لأي دولة أراد مثل فرنسا أو كندا أو أمريكا، فعليه بالتحميل هذا التطبيق الرائع يا إخواني الكرام. المهم إذا كنت تريد معرفة هذا التطبيق وطريقة استخدامه، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهدون هذه القناة، المرجو الضغط على زر صابوني ثم التفعيل خاصية الجرس، كذلك تتوصل بجميع فيديوهات جديدة إن شاء الله. لن أطول عليكم في النبذة، على بركة الله انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد عدت اليكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بدايه الفيديو اتيت لكم بتطبيق لتسريع الانترنت والدخول الى المواقع المحجوبه في بلدك. نعم، هذا هو التطبيق يا اخوان الكرام، سوف اضع لكم الرابط اسفل هذا الفيديو، يسمى التطبيق في بي ان اي في، سوف تجدون الرابط مباشر اسفل هذا الفيديو، فبعد تحميله تقوم بالدخول اليه هكذا. نعم اخوان الكرام، فبعد الدخول الذي واجهت هذا التطبيق نقوم بالضغط على جيت ستارتد هكذا، ننتظر قليلا، نقوم بالضغط على سيلكت السيرفر لاختيار الدولة هكذا، ثم هنا نختار الدولة التي سوف نقوم بالحصول على الفي بي ان الخاص بها، مثلا ايطاليا، فرنسا، رومانيا، السويد، وامريكا، وسنغافورة، وايضا الهندية، وبريطانيا، وفرنسا، واسبانيا، والمانيا. مثلا سوف اقوم بالحصول على الفي بي ان فرنسا، نقوم بالضغط على فرنسا، ثم اقوم بالضغط على تاب تو كونكت وننتظر قليلا، نقوم بازاله هذا الاعلان. فكما ترون اخواني الكرام قد حصلت على في بي ان فرنسي، والان يمكنني استخدام انترنت سريع، حصول على انترنت سريع والدخول الى المواقع المحجوبه في بلدي. هذا التطبيق رائع جدا اخواني الكرام، فهو مجاني ويوجد على متجر بلاي ستور، سوف اضع لكم الرابط التحميل مباشر اسفل هذا الفيديو لمن اراد تحميله واستخدامه في الدخول الى المواقع المحجوبه. نعم، ويمكنك ايضا تغيير الفي بي ان الى دولة اخرى، تقوم بالضغط على كونكتد للايقاف، نقوم بالضغط ديكونكتي، نقوم بازالة هذا الاعلان، اخفض الصوت، اقوم بازالة هذا الاعلان اخوانا الكرام. مرة اخرى نقوم بالضغط على سيلكت السيرفر لاختيار دولة اخرى، إزالة الإعلان، سيلكت السيرفر، مثلا سوف أقوم باختيار أمريكا، أقوم بالضغط عليها، ثم أقوم بالضغط على تاب تو كونكت، أقوم بالضغط على النوم يصل لإزالة هذا الإعلان، وننتظر قليلا. فكما ترون حصلت على في بي إن أمريكي إخوانا الكرام، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على أي في بي إن تريد في أي دولة تريد من داخل هذا التطبيق الرائع. المهم إلى هنا أو انتهى الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله.